السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اتقاء الشبهات شرح وحفظ الجزء الثاني من مجال الحديث للصف الثاني عشر. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يقارن بين الحلال البين والحرام البين والمشتبهات، وأن يعلل خطورة الاقتراب من الشبهات، وأن يستنبط ما يستفاد من الحديث الشريف. بداية عزيزي الطالب، لنستذكر معا الحديث الشريف الذي حفظناه من الدرس السابق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. نعم، أحسنتم. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا، أحسنتم. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن عزيزي الطالب، اشتمل الحديث الشريف على تقسيم ثلاثي للأحكام، وأول هذه الأحكام الحلال البين، وهو الذي لم تخالطه شبهة من الحرام، وهذا النوع دليله واضح من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف، ولا يختلف فيه العلماء. وأمثلته كثيرة من أنواع الأطعمة والأشربة وممارسة الرياضة وغير ذلك. القسم الثاني الحرام البين، وهو الذي لم تخالطه شبهة من الحلال، وأيضا دليله واضح من القرآن ومن السنة المطهرة، ولا يختلف العلماء في تحريمه. وأمثلة ذلك معروفة كلحم الخنزير والخمر. والنوع الثالث المشتبهات، وهي التي اختلط فيها الحلال والحرام على الناس، ولا يعرفها كثير من الناس، إذن اختلط فيها الحلال والحرام ولا يعرفها كثير من الناس، ويعرفها العلماء بالاستنباط. المشتبهات تحتاج إلى علم. من أمثلة ذلك الأكل في مكان مخصص لبيع الخمور، هل يجوز أن أطلب وجبة في مكان يقدم خمورا؟ هذا من الأمور المشتبهات. وكذلك الشك في طريقة ذبح المواشي، وأمثلة ذلك كثيرة كذلك. ولعل إشارة المرور عزيز الطالب تعد مثالا تقريبيا مناسبا لهذه التقسيمات: حلال بين، حرام بين، مشتبهات بين الحلال والحرام. والآن عزيزي الطالب، سنقوم بعمل مقارنة بين الأقسام الثلاثة: الحلال البين، المشتبهات، والحرام البين، وفق هذه البنود. لنبدأ بالبند الأول الوضوح. الحلال البين واضح، والحرام البين كذلك واضح، أما المشتبهات فهي غير واضحة لعموم الناس. البند الثاني اختلاطه بغيره: الحلال البين غير مختلط، والحرام البين كذلك، أما المشتبهات فهي مختلطة، على الناس. الشك فيه: الشك في الحلال البين غير موجود، لا شك فيه، والحرام البين أيضا لا شك فيه، المشتبهات فيها شك. معرفة الحلال البين: كل مسلم، والحرام البين يعرفه كل مسلم، والمشتبهات يعرفها العلماء. نعم صحيح. كيفية معرفة الحلال البين: كيفية معرفته بدليل صريح من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف، والحرام البين كذلك يعرف بدليل صريح من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة،
والمشتبهات تعرف بأدوات استنباط الأحكام الشرعية، أدوات استنباط الأحكام الشرعية، أدوات استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة المتوفرة من القرآن والسنة، وهذه مهارة خاصة بالعلماء. الإثم بالنسبة للحلال البين لا إثم فيه إطلاقا، أما الحرام البين فكله إثم، فيه إثم. المشتبهات فيها مخاطرة، فيها مخاطرة. فاستنباط العلماء للمشتبهات إذا استند إلى الأدلة وظهر أنها أقرب إلى الحرام كان فيها إثم، وإن ظهر أنها أقرب إلى الحلال فلا إثم فيها، ولذلك فهي من الأمور التي فيها مخاطرة، والمخاطرة في الحرام أمر عظيم. نفس المسلم تجاه الحلال البين ترتاح إليه، ونفس المسلم تجاه الحرام البين تشعر بالحرج والإثم، لأنه يشعر أنه خالف أوامر الله عز وجل. أما المشتبهات فإن المسلم لا يطمئن لها حتى يحصل على جواب يثق به من أهل العلم، فالمسلم لا يطمئن للمشتبهات من رأيه، بل لابد له من كلام العلماء الذين يقدرون على استنباط الأحكام الشرعية ليحددوا المسألة هل هي أقرب إلى الحلال أم هي أقرب إلى الحرام. والآن عزيزي الطالب لننتقل معا إلى كتابك والصفحة 53 والنشاط الآتي. بناء على فهمي للحديث الشريف أصنف الحالات الآتية: حلال، حرام، مشتبه. الحالة الأولى: شراء أسهم في شركة ربوية تعطي أرباحا محددة. شركة ربوية إذن تتعامل بالربا، والربا أمر في الشريعة الإسلامية محرم، إذن الحكم حرام. الحالة الثانية: إيداع المال في مصرف إسلامي يعتمد النظام الإسلامي في تعاملاته، وهذا حكمه حلال. الحالة الثالثة: التعامل مع شركة تقوم على ضوابط شرعية في تعاملاتها، وهذا أمر جيد، لكنها تتعامل مع البنوك الربوية. هذه من حالات المشتبهات، إذن الحكم في التعامل مع هذه الشركة مشتبه. الحالة الرابعة: ارتياد مقاه يلعب فيها القمار وتشرب فيها الخمور. والارتياد القصد والتردد، كثرة الذهاب إلى مثل هذه الأماكن، ولا شك في أن مثل هذه الحالة حرام، فلا يجوز التردد أو القصد لمثل هذه الأماكن. ولو كان السؤال شراء وجبة أو قهوة مثلا من مكان يلعب فيه القمار وتشرب فيه الخمور يمكننا أن نقول أنه مشتبه، أما في هذه الحالة ارتياد فهي حرام. الحالة الأخيرة: أكل لحوم الإبل والطيبات من الزروع والثمار، وهذه من مسائل الحلال. أحسنتم. وصلنا معا إلى الجزء المتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم مسائل مهمة. المسألة الأولى: خطورة الاقتراب من الشبهات. فقوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي من لم يترك فعل الشبهات يقرب أن يقع في الحرام، ومن وقع في الحرام فقد عصى الله وسيعرض نفسه للعقوبة، والله تعالى شديد العقاب. مسألة: إذا التبس أمر على المسلم ولم يعلم أحلال هو أم حرام، فما الواجب عليه؟ نعم، عليه ترك الأمر المشتبه حتى لا يقع في الحرام.
ومن ترك الشبهات فقد حفظ دينه وصان عرضه، لا أحد يتهمه ويسلم دينه من ترك الشبهات. المسألة الثانية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالراعي، فقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه مثال ضربه صلى الله عليه وسلم للسامعين. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الواقع في الشبهات بحال الراعي الذي يرعى قرب المكان المحظور عليه حتى تكاد ماشيته أن تدخل هذا المكان وتأكل منه. فالماشية هنا كنفس الإنسان التي تغلبه ولا يستطيع السيطرة عليها لأنها ترى وتقترب من أمور ترغب فيها وهي في الأصل محرمة عليها، وهذا تشبيه بليغ. ما الغاية من ضرب المثل؟ نعم، تقريب المعنى للمخاطبين، فيرسخ المعنى المطلوب في أذهان الناس من خلال المثل الذي ضرب لهم. المسألة الثالثة حمى الله محارمه، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ها هنا مثال للمخاطبين بحال الملوك الذين يجعلون لأنفسهم حما يحميهم من الناس ويمنعونهم من دخوله، ومن دخله عوقب. فهذا المثال ولله تعالى المثل الأعلى. فما المقصود بحمى الله التي لا يجوز لنا أن نقربها؟ نعم، كل ما حرمه الله تعالى على عباده، وعلى المسلم ألا يقترب منها حتى لا يقع في الحرام. والآن مع السؤال التالي عزيزي الطالب، بما شبه النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات موضحا وجه الشبه؟ نعم صحيح، بالراعي الذي يرعى حول المكان المحظور وتكاد ماشيته تدخله فيعرض نفسه للعقوبة. ووجه الشبه أن كليهما اقترب من المحظور. وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيان لأثر القلب على الجوارح، ونقصد بالجوارح الأعضاء وما يكسبه الإنسان من أعمال، بما في ذلك النظر والسمع واستخدام اليد أو القدم أو غير ذلك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ففي الحديث بيان أن مدار صلاح الجسد وفساده هو القلب، لأن القلب محل النية والقصد التي بها صلاح الأعمال وفسادها. ومثال ذلك أن الأصل في الإنسان المسلم أنه عندما يصلي فإن نيته وقصده طاعة الله عز وجل. فإن صلى إنسان خوفا من الناس أو رياء حتى يروه أنه يصلي، فمثل هذا إذا غابت أعين الناس عنه فإنه لن يصلي. أما الإنسان ذو النية الصالحة لو كان وحده لا تراه أعين الناس فإنه سيبقى حريصا على صلاته، لأنه يقصد ويريد طاعة الله عز وجل. إذن إن صلح القلب بالإيمان والعلم وصحة النية صلح الجسد بالأعمال الصالحة. قلب صالح بالإيمان والعلم والنية أعماله صالحة. وفي المقابل إن فسد القلب بالكفر والجحود وسوء النية فسد الجسد بالمعاصي والذنوب، فترى الإنسان فاحشا متفحشا وممن يجترح الذنوب والسيئات ولا يبالي، والعياذ بالله تعالى.
والآن سنستنتج أهم الدروس المستفادة من الحديث الشريف. الدرس الأول: أهمية ضرب الأمثال من أجل تبيين الأمر. إذن إذا كنا حريصين على توضيح مسألة ما للناس نستخدم ضرب الأمثال. درس آخر وفائدة أخرى: التنبيه على عظم شأن القلب والحث على إصلاحه. أصلح الله نياتنا ونياتكم وقلوبنا وقلوبكم. الدرس الثالث: الابتعاد عن مواطن الشبهات سلامة للدين من الإثم وللعرض من الذم. أبنائي، كن حريصا على تجنب الشبهات تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كي تكون من أهل الفلاح والنجاح بإذن الله تعالى. وفائدة أخرى سنتركها لك لعلك استنتجتها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهمتها بعد أن تعلمت هذا الدرس. والآن عزيزي الطالب، إليك السؤال التالي لتتأكد من فهمك للدرس بشكل جيد. اذكر حكم كل مثال من الأمثلة التالية: شرب الحليب، حلال بين، أكل الميتة حرام بين، الشك في دين من ذبح الشاة، هذه الذبيحة ما حكمها؟ أمر مشتبه. قيادة السيارة حلال بين. أحسنتم. في نهاية درس اليوم أعزائي الطلاب، سنلخص لكم ما شرحناه وما بيناه. الحديث الشريف يوضح أقساما ثلاثة: الحلال البين، والحرام البين، والمشتبهات. وقد بينا لك في درس اليوم خطورة الاقتراب من المشتبهات فاحذر منها، كما أن وجوب ترك المشتبهات واجب عليك ليسلم الدين من الإثم والعرض من الذم. ثم بينا من خلال مقارنة بين الأقسام الثلاثة الفرق بين هذه الأقسام وما تتشابه فيه، فالحلال والحرام واضحان والمشتبهات غير واضحة، والحلال والحرام لا يختلطان والمشتبهات قد تختلط على الناس، والحلال والحرام ليس فيهما شك والمشتبهات فيها شك، والحلال والحرام يعرفهما كل مسلم والمشتبهات يعرفها العلماء، والحلال والحرام يعرفان بدليل صريح من القرآن أو من الحديث الشريف، والمشتبهات تعرف بأدوات استنباط الأحكام الشرعية. الحلال لا إثم فيه، والحرام كله إثم، والمشتبهات فيها مخاطرة، فإن أفتى العلماء بأنها حلال لم يكن فيها إثم بإذن الله، وإن أفتوا بحرمتها فكان فيها الإثم، فلا بد من سؤال أهل العلم. نفس المسلم تجاه الحلال مرتاحة، وتجاه الحرام تشعر بالحرج والإثم، والمشتبهات المسلم الحريص لا يطمئن لها حتى يحصل على جواب من عالم يثق فيه. ثم بينا لك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأن صلاح عمل الإنسان مرتبط بصلاح القلب، فإن كان القلب عامرا بالإيمان والعلم والنية الصالحة كانت الأعمال صالحة، وإن كان مملوءا بالكفر والجحود وسوء النية فلن تتوقع منه إلا أعمالا فاسدة والعياذ بالله تعالى. ثم بينا لك أن المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثل للمخاطبين وتشبيه من يقع في الشبهات بالراعي الذي يقترب من الأماكن المحظورة عليه لتقريب المعنى وتوضيحه والتحذير منه. ختاما أعزائي الطلاب، شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.